خلينا نروح لمداخلة مهمة مع زميلي وصديقي العزيز الأستاذ حسام زايد، الناقد الرياضي والمسؤول الإعلامي لاتحاد كرة اليد. مساء الخير يا أستاذ حسام. مساء الخير على حضرتك كابتن خالد، ومساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي، وببارك لك طبعا في البداية على برنامج حصاد الأبطال، ودايما متألق كالعادة. يعني كابتن حسام، انا ببارك لحضرتك على وجودك داخل اتحاد كرة اليد كمسؤول اعلامي لاتحاد اليد. انا عارف قيمتك وعارف اللي انت هتسري هذا المكان في الاعلام. قبل كده كنت موجود، كنت قبل كده مدير المركز الاعلامي في البطولة الافريقية، المسؤول الاول برضو عن البطولة الافريقية لكرة اليد، وانا عارف ان كرة اليد دي حتة منك، يعني موجود. قول لي اخبار بقى، هنعمل ايه في الاعلام داخل اتحاد كرة اليد والتطوير الكبير اللي انا واثق ان شاء الله باذن الله ان انت تقدر تعمله. اشكرك كابتن خالد طبعا على دعمك دايما، وان شاء الله نعمل حاجة تليق بينا جميعا، يعني كأسرة كرة يد وكمحبين لكرة اليد وبالجمهور المصري اللي أصبح مرتبط ارتباط كبير فعلا بكرة اليد وبنجوم كرة اليد. طبعا كان لازم تكون البداية مع السوشيال ميديا الرسمية للاتحاد، يعني بدأنا نطور فيها من خلال جروب متخصص ومجموعة محترفة ومتخصصة في السوشيال ميديا. ده ظهر من خلال مباراة السوبر اللي كانت ما بين الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي. كان على طول فيديوهات وتصريحات للعيبة وبروموهات عن المباراة، وبدأنا بعد كده كمان على موضوع الدوري المصري من خلال بتصميمات جديدة لجداول المباريات والنتائج والإحصائيات والكلام ده كله. عملنا الكلام ده على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام. كمان امبارح بس اتعمل حساب جديد للاتحاد المصري على تويتر باللغة الإنجليزية علشان نخاطب العالم الخارجي. اي حد دلوقتي في الاتحادات الأوروبية او الأجنبية بقى مهتم انه يعرف اخبار منتخب مصر بعد المستوى الجيد اللي عمله منتخب مصر خلال الفترات الأخيرة، فمهم انه يكون عندنا حساب ناطق باللغة الإنجليزية. ده كمان يعني انعكس على اللاعبين، يعني انا وصلتني رسائل كتير جدا من لاعبين المحترفين انه ده حاجه عظيمه جدا، احنا قد ايه كنا محتاجين نحس ان احنا زي الاتحادات الاخرى اللي بيكون الاعلام بتاعها والسوشيال ميديا بتاعتها متابعين لكل تحركاتهم. فدي نقطه. النقطه الثانيه كمان عملنا القناه الرسميه للاتحاد المصري على يوتيوب، ودي هيكون يعني ليها جزء كبير في إظهار الجانب كمان التاريخي والمباريات التاريخية لمنتخب مصر، ويعني هيكون فيها شغل أرشيف كتير جدا إنه الناس تشوف الأجيال المختلفة والمباريات المختلفة لمنتخبات مصر يعني على مدار الفترات السابقة. بدأنا إن احنا ناخد إجراءاتنا في توثيق الحسابات الرسمية للاتحاد المصري علشان تبقى حسابات موثقة عند أي حد يدخل على أي حساب منهم يعرف إنه ده فعلا هو الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة اليد. كمان هيكون في خطوات أخرى من خلال تطوير الموقع الرسمي، يعني من خلال المنظومة بشكل كامل خلال الأيام القادمة وخلال الفترة القادمة هنقول كل حاجة في حينها إن شاء الله بإذن الله كابتن خالد، لكن دي البداية اللي احنا بدأنا فيها واقفين عليها دلوقتي. كابتن حسام، أنا عارف إن هتكون بداية قوية جدا والبداية واضحة، وفعلا ماتش السوبر وكان الناس أثر يعني اتكلمت على ده وشافت الاتحاد كرة اليد على حساباته كلها بشكل مختلف. أتمنى لك بصفة شخصية التوفيق، وإن شاء الله أنت قادر بإذن الله تحط اتحاد اليد في حتة تانية تماما، وهو دي أسرة كرة اليد اللي أنا لسه كنت بتكلم على اختلاف اتحاد كرة اليد عن اتحاد الفولي أو اتحاد الباسكت. كابتن حسام، هاخدك لنجومنا الكبار، نجوم منتخب مصر المحترفين في الخارج، يحيى خالد أو ممدوح هاشم أو علي زين، نجوم منتخب مصر بيسروا الملاعب الأوروبية بقوة، وتواجدهم تواجد قوي جدا داخل المحفل الأوروبي. طبعا يعني انا واحد من الناس يعني باعتباري يعني انسان مواطن مصري فخور بيحصل من لاعبينا المحترفين. يعني علي زين في اول ظهور ليه مع نادي برشلونه قد ايه انا وانا بشوف علي زين انا بحس ان انا في حلم، يعني بسترجع شريط ذكريات علي زين، لانه انا كابتن خالد انا شفت علي زين وهو في النادي الاهلي في مراحل الناشئين، يعني كنت بقعد مع الكابتن محسن سليمان والكابتن ممدوح سليمان وكنت بشوف علي زين، وكانوا هم متنبئين لي فعلا انه علي هيكون لعيب مختلف تماما.
فقد ايه انه الحلم يصبح حقيقه. فده ده بصراحه امر يدعونا للفخر ورساله لكل شاب عنده حلم وعنده طموح ان هو يواصل السعي وان هو يتعب اكتر وان هو يجتهد اكتر علشان يوصل لحلمه. علي زين سجل اول ظهور ليه مع نادي برشلونه امبارح في مباراه فينسبورج الالماني واللي كسبها نادي برشلونه 25-21، وبنتمنى ان شاء الله ليه التوفيق في المباريات القادمه. علي لسه راجع من اصابه بعد ما رجع من منتخبنا في اولمبياد طوكيو، فيعني لسه بيستعيد قوته ان شاء الله نتمنى له التوفيق. كمان يحيى خالد عمل مباراه ولا اروع مع فيسبرم المجري، ودي كانت قمه المجموعه مع باريس سان جيرمان بكل نجومه وكل قوته الضاربه، وبيقدر يحيى ان هو يساهم ب 10 اهداف في فوز فيسبرم 34-31. ده طبعا قد ايه يحيى مستواه تطور بشكل ملحوظ جدا خلال الفترات السابقه، يعني من بمجرد ما بدا رحله احترافه. محمد ممدوح هاشم مع دينامو بوخارست 3 اهداف في ظهور جيد لمحمد ممدوح هاشم واستكمالا لرحلته الناجحه في الاحتراف، وبيكسب 32-29. لسه كمان في محمد سند وفي احمد هشام دودو مع نيم الفرنسي، نتمنى لهم التوفيق. وكمان احمد خيري ما ننساهوش مع محمد ممدوح هاشم في دينامو بوخارست، هو كان عنده اصابه ورجع منها، ان شاء الله نشوفه في الفترات القادمه. وعندنا كمان حارسنا المصري المحترف في نادي اسمه انجي الفرنسي، دول 7 محترفين ان شاء الله يكون ليهم مردود طيب مع منتخب مصر خلال الفترات القادمه. كابتن خالد، كابتن حسام، المردود الطيب لحاجة استاذ حسام زايد، المردود الطيب لحاجة بتتكلم عليه ده شيء مهم جدا. طمنا على اخبار المنتخب المصري الاعداد اللي جاي ليه على بطوله افريقيا باذن الله شهر 1 اللي جاي، الفترات الاعداد ماشيه ازاي يا كابتن حسام؟ طبعا منتخب مصر هو حامل لقب البطوله الاخيره من كاس الامم الافريقيه اللي كانت في تونس 2020، وكانت اول مره منتخب مصر يكسب تونس في قلب تونس، وده كان انجاز تاريخي لمنتخبنا. ووصلنا بعد كده ان منتخب مصر خد المركز السابع على مستوى العالم في بطوله مصر 2021، وبعدين منتخب مصر عمل انجاز ايضا تاريخي انه خد المركز الرابع في اولمبياد طوكيو 2020. فمنتخبنا يعني اصبح خلاص على منصات التتويج دائما. اول اعداد لمنتخب مصر لكاس الامم الافريقيه 2022 في يناير اللي هتكون في المغرب ان شاء الله هيكون بعد بكره يوم الاحد في المركز الاولمبي. ده بدايه التجمع، هيكون بدون اللاعبين الدوليين. مستر باروندو هيبدا خطته ويبدا برنامج اعداده، ويعني نتمنى لهم التوفيق. ولكن ان شاء الله كابتن خالد يوم الاحد من خلال اول ظهور لمستر باروندو في المعسكر هنعلن بشكل رسمي عن برنامج الاعداد كاملا حتى كاس الامم الافريقيه في المغرب. ويعني اعتقد ان مستر باروندو خلاص يعني اصبحت العلاقه بينه وبين اللاعبين يعني خلاص محفوظه ومفهومه، ونتمنى لهم التوفيق في برنامج الاعداد وصولا لتحقيق اللقب ان شاء الله والحفاظ على اللقب في المغرب 2022. استاذ حسام زايد الناقد الرياضي والمسؤول على المركز الاعلامي لاتحاد كره اليد، بنشكرك شكرا جزيلا ان كنت معانا في مداخله لتوضح بعض الاراء. فعلا نتمنى اتحاد كره اليد او نتمنى المنتخب مصر كره اليد الحفاظ على البطوله الافريقيه اللي كان اخذها اخر مره في تونس الشقيق باذن الله في المغرب في 2022 باذن الله، نتمناها مصريه باذن الله خالصه ان شاء الله.